السلام عليكم. نقطة أقل ما يقال عنها أنها مشينة أو حيوانية. اللاعب الأهلي الشحات، الشحات راه اسم على مسمى سبيع كليش الساعة سوا. حق اللاعب المغربي يعني دار واحد لقطة مشينة حق اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميد المصري. الإشارة هي المرة الثانية اللي كيتعرض بها محمد الشيبي الاعتداء من طرف لاعبي نادي الأهلي، ولكن هذه المرة ما خاص النادي ديالو يسكت على هذا الاعتداء لأنه حط صفعة قوية، يعني شد اللاعب جرو عنده كما غادي تشوفو في الفيديو كيصفر حط صفعة يعني لا تليق لاعب من اللاعبين يعني تكون لاعب محترف كيدير هذيك الحركة لا أخلاقية. ملي درت ديك اللقطة راه حشومة حكرة ديال حكرة، يعني لاعب كيتحلف، لاعب مغربي كيتحلف في الدوري في المصري ومحمد الشيب. علاش هاد الحضرة هادي؟ علاش؟ اصلا يلا كلمونا مع منتخب الاولمبي المصري الاعتداء ديالو على الجماهير اللي حامل الكرة بعود لاعب ضيف عنده يعني مغربي وكان شي لاعب مصري كيلعب الدوري المغربي تعرض يعني تلقى شي واحد مغربي يعني مصري ولا جزائري مغربي ولا تعرض لمثل هاد التصرفات. مفهمتش انا اصلا هما المغاربة دابا هاد الشيبي قبل الانتقال ديالو نادي بيراميدز كان طالبه الرجاء الرياضي والوداد الرياضي ولكنه هو فضل بيراميدز، وهذه هي النتيجة لا ألقاب والاعتداءات، يعني ثاني مرة اعتداء. هادو غير اللي شفنا من اللي مشفناش مدار. أولا دابا خص النادي ديالو يوقف مع اللاعب لأنه تشير راه بزاف بزاف لكرة القدم. هذا الشيء خارج نطاق كرة القدم. إذا ما تبخش النادي ديالو خاص الجامعة الملكية المغربية تبخل، لأنها ضروري خاص تحمي اللاعبين المغاربة العالم. يعني هذا اعتداء ما خاصش يتكسر لا من الاتحاد المصري ولا من جانب نادي بيراميدز ولا من جانب أيضا الأهلي المصري. خص يعاقب اللاعب ديالو لأنه هذا تصرف لا يليق بلاعب يلعب في نادي الأهلي المصري، راه لا يليق ما لايقش لاعب كيلعب في نادي الأهلي المصري. بهاديك البطاجة يعني عادية عندكم في الدوري المصري. لاعب محترف كيحترف في الدوري المصري غادي باش يلعب كرة القدم، فإذا به دابا للمرة الثانية كيتعرض للاعتداء، وهاد الاعتداء ديال دابا راه مخصش يتسكت عليه، كان لأنه اعتداء يعني كان غادي يولي اعتداء جماعي كما شفتو في الفيديو كان غادي يولي اعتداء جماعي. لهذا كنتمنى من اللاعبين المغاربة قبل ما يمشيو الدوري المصري سوف يفكروا في هذا بحال هذا الشيء هذا يوقع عليهم. يعني لما كانش النادي غادي يحميك ما تمشيش يا سيدي، ما تمشيش
جلس بلادك أبو عزز مكرم ونسي الدوريات الأخرى اللي ما فيهاش الاعتدالات، ما فيهاش شي مرضى نفسانيين كيلعبوا كرة. حنا تشحات راه مريض نفسي، راه ماشي لاعب كرة القدم، لأن يعني عنده صوابع. شوف اللاعب ديالو مباراة ضد الوداد، مباراة بزاف يعني تشوف لاعب الملعب يخلي كرة القدم وكيبدا يلعب في جوايا أخرين على العنف، على بزاف د الحوايج، يعني لاعب لا يليق بكرة القدم، يمشي يلعب الريكبي، يلعب شي حاجة أخرى من غير كرة القدم. كنتمنى أن اللاعبين المغاربة يفكروا جوج مرات ثلاثة قبل ما يديروا شي خطوة.